النهاردة الحكومة أعلنت عن زيادة أسعار المواد البترولية والسولار والبنزين، وده بعد اعتمادها في اجتماع مجلس الوزراء اللي عقد امبارح في العلمين الجديدة. يا ترى الأسعار الجديدة وصلت لكام وتعريفة المواصلات هتوصل لكام؟ امبارح كان في اجتماع للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الملفات الموجودة على جدول الأعمال، وأهم وأبرز الملفات دي هي زيادة أسعار الطاقة بشكل عام، وخاصة أسعار الكهرباء والبترول والسولار. الحكومة شافت أنها تبدأ بزيادة أسعار السولار والمحروقات بشكل عام. فعلاً مع الساعات الأولى من النهاردة الخميس بدأت الدولة تطبق الزيادة في الأسعار. طب أسعار المحروقات والبنزين والسولار الجديدة وصلت لكام؟ أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر النهاردة الخميس رفع أسعار الوقود ليشمل البنزين والسولار. وزارة البترول والثروة المعدنية أصدرت قرار رقم 1595 لسنة 2024 والخاص بزيادة أسعار الوقود، ووصل سعر بيع لتر البنزين 80 ل 12 جنيه وربع، وزيادة سعر بنزين 92 ل 13 جنيه 75 قرش شامل الضريبة على القيمة المضافة، وزيادة أسعار بنزين 95 من 13 جنيه ونص ل 15 جنيه، وزيادة أسعار السولار من 10 جنيه ل 11 جنيه ونص. طب ليه مصر رفعت أسعار المحروقات والبنزين والسولار في الوقت ده بالأخص؟ مصر حاليا في انتظار عقد اجتماع صندوق النقد الدولي لمناقشة صرف الشريحة الثالثة من قرض 8 مليار دولار، واللي صندوق طلب من مصر رفع الدعم عن الوقود بأنواعه سواء بنزين أو سولار أو غاز طبيعي، ده غير خروج الحكومة من الشركات قطاع الأعمال العام وتسريع معادلات تطبيق وثيقة ملكية الدولة وزيادة أسعار شرائح الكهرباء، ده غير رفع الدعم عن قطاعات كتير في الدولة. طب ايه هو رد الحكومة المصرية على تعليمات وشروط صندوق النقد الدولي؟ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رد على نقطة تعليمات وشروط صندوق النقد الدولي لصرف المنح والقروض اللي بتقدم مصر عليها، وقال ان صندوق النقد الدولي ما بيفرضش على مصر حاجة، وبرنامج رفع الدعم بيتم مناقشته من الخبراء المصريين ومع الصندوق، وبيكون في مجال التفاوض بمستهدفات محددة للصالح العام لتقليل الدين وزيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي. مدبولي اتكلم كمان وقال ان النقاشات والخلافات مع صندوق النقد الدولي بتكون على آلية التنفيذ وتوقيتاتها، وممكن الصندوق يقول سرع في اجراء معين والحكومه بتعترض على الاجراء ده لان ظروف البلد ما بتسمحش، علشان ما يكونش فيه تحميل كبير على المواطن، ودي اللي بيكون على اساسها بيتم التفاوض مع صندوق النقد. مدبولي اختتم كلامه وقال ان الحكومه هي اللي بتحط الثوابت وبتنفذها، وكل دوله عندها الثوابت الخاصه بيها، وصندوق النقد الدولي كجهه عالميه واحنا كدوله هدفنا نستهدف جذب استثمارات خارجيه، والمستثمر وقت دخوله لاي دوله عايز يتاكد ان اقتصاد الدوله يكون ثابت ومستقر. وجود الصندوق معانا في الوقت ده بيدي شهادة للمستثمر الخارجي ان الدولة ماشية في البرنامج الصحيح. انا اشرف اتشرف وانا لكم. بانكير نبض البنوك.